مجال الطرق، يعني مجال الطرق هو نفسه بعد متشعب يعني. العمل الميداني يكسبك خبرة، لو تقعد في المكتب 10 سنين ما تكتسب نفس الخبرة اللي في الميدان. في عندنا الهندسة المدنية أو الهندسة بشكل عام كود اسمه Code of Ethics. في مثل ما تقول تحدي، لأن هذا شيء جديد بالنسبة لي. تقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بمشاريع الطرق وتحديد المسار الأفضل للطريق، كما تقوم بإعداد التصاميم والمخططات الهندسية لمشاريع الطرق، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية في مجال اختصاصها. هكذا تبدأ شيخة يومها. اسمي شيخة حميد عبد الله المزروعي، أعمل كمهندس تصميم طرق في هيئة الطرق والمواصلات الشارجة. صار لي 3 سنوات وأنا أعمل كمهندس تصميم طرق. اخترت هذه الوظيفة لأنها هي أكثر تخصص مطلوب حالياً في سوق العمل. نحن هني في إمارة الشارجة، بما أن يعني نحن قاعدين نواكب عجلة التطور تدريجياً، فمحتاجين الكفاءة اللازمة كمهندسين في جميع المجالات، سواء وأهمها مجال الطرق. حين وصلنا لأن نحن الحمد لله ننفذ يعني أنفاق، وصلنا لمرحلة أن نحن نطور أنفاق حاليا. طبعا الدعم الأولي اللي هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم الأهل، ومن ثم دعم رئيس الهيئة ومديرة الإدارة. تقريباً عدد ساعات المعدل، عدد الساعات الدوام من 7 إلى 8 ساعات يومياً. الدورات جداً مهمة أن الواحد يعني، وخاصة قبل ما يلتحق بالوظيفة، يكثف معارفه في المجال اللي هو تخصص فيه، وخاصة في مجال الطرق. يعني مجال الطرق هو نفسه بعد متشعب يعني، فيها اللي هو قسم الخاص بالجسور والأنفاق، وفيه القسم الخاص بطبقات رصف الطرق، في أقسام خاصة بالمرور وكذا. يعني هو بنفسه بعد متشعب، يعني مجال الطرق متشعب. فحلو إن الواحد يكثف من الدورات في هذا المجال، وخاصة الدورات اللي تتعلق بالسوفت ويرز اللي هي تستخدم أصلاً في تصميم الطرق. في عندنا في الهندسة المدنية أو الهندسة بشكل عام كود اسمه Code of Ethics. طبعا اهم شخصيه في المهندس اللي هي الجراه وقوه الشخصيه. في بدايه اليوم اول شيء احدد اولويات او المهام الموكله الي على حسب اولوياتها. مهم للمهندس انه يعرف كيف يشتغل على البرامج او البرمجيات بشكل عام. طبعا في المرتبة الأولى عند برنامج الأوتوكاد اللي هو وايد مهم. في بعد برامج ثانية هي أنا أعتبرها مهمة الصراحة، مثل سيفي 3D، MX Road، اللي هي خاصة يعني تتعمق في تصميم الطرق يعني بشكل دقيق. نصيحتي للخريجين أو اللي بيقبلون على الدراسة الجامعية أنهم يختارون التخصص اللي هو الأكثر مطلوب في سوق العمل. طبعاً
المهندس بشكل عام يعني أو مهندس تصميم طرق ما ينفع يعني يشتغل في تصميم مشروع معين من دون ما يزور السايت. فزيارة الموقع وايد مهمة نعتبرها، لأن في الموقع بيتضح له أشياء وايد، مثلاً طبيعة الأرض اللي بينبني فوقها المشروع، العوائق مثلاً اللي بكافة أنواعها، في أجزاء موضوعة في المشروع هذا، لكن إنه لما يروح يزور الموقع يتضح لأنه والله هذا الجزء مثلاً مش المفروض أنه يكون موجود، أو ممكن يكون له بديل ثاني، أو أشياء إضافية بتنضاف على التصميم نفسه بعد زيارة الموقع مثلاً. الاحتياطات التي يجب أخذها قبل زيارة الموقع هو طبعاً الالتزام بلبس معدات السلامة بما فيها الخوذة، وكذلك حذاء الخاص بزيارة المواقع الإنشائية، كذلك أيضاً أخذ الخريطة التي توضح موقع المشروع، وأيضاً المهام، كذلك الجدول الزمني للمشروع لمتابعة طبعاً بالنسبة للجدول الزمني، متابعة المهام في موقع المشروع بالنسبة لهذا الجدول الزمني. متواجدة في موقع من المواقع لأحد المشاريع التابعة للهيئة، أتفقد سير عمل بشكل عام لأعمال الأسفلت والخدمات، بالإضافة إلى المقاول نفسه كسلامة المهندسين والعمال، كذلك يعني المراحل التنفيذ بشكل عام. يعني أشوف إذا مثلا الاستشاري مهندس المشروع من قبل الاستشاري متواجد، وكذلك يعني سلامة يعني العمال. المشروع هذا عبارة عن إضافة حارة أسفلتية جديدة، بالإضافة إلى الخدمات القائمة، تحويل الخدمات القائمة المصاحبة لي، إضافة هذه الحارة. طبعاً أهم شيء أتأكد يعني أنه تواجد العمالة الكافية من قبل المقاول لتنفيذ هذا المشروع، وكذلك طبعاً استشاري المشروع اللي هو بما يسمى الريزيدنت انجينير أو المهندس المقيم في المشروع. طبعاً هذا أهم شيء. بعدين أشوف بشكل عام مراحل المشروع، مراحل التنفيذ لأعمال الأسفلت بشكل عام، وأعمال الإيرث ووركس واحدة منها، كذلك أعمال الخدمات. يعني طبعاً مثل ما تشوفون معدات المستخدمة هي المداحل، وكذلك سيارات النقل اللي تنقل مخلفات عمليات الإزالة، عمليات يعني الأسفلت المزال، وكذلك المخلفات يعني يعني الناتجة من المشروع بشكل عام. واحدة من التحديات اللي ممكن تواجهنا في المشاريع اللي هي مثلاً قلة العمالة الكافية اللي هي المطلوبة لتنفيذ أعمال الأسفلت أو المشروع هذا بشكل عام، وكذلك عندنا اللي هو مثلاً وقوع بعض من الخدمات التي لم يتم أخذها بالحسبان أو لم يتم يعني
تسليط الضوء عليها مسبقا. احد الامثله هي الكوابل الكهربائيه. كذلك واحده من العوائق ممكن تكون ايضا الاحوال الجويه، يعني مثلا اذا كان الجو ممطر هني اذا وصل المقاول لمرحله الاسفلت يتوقف تماما عن العمل نظرا لتاثير الامطار على مراحل على تنفيذ طبقات الاسفل. من التحديات اللي اواجهها للمشروع هو تسليم المشروع على حسب الجدول الزمني المتفق عليه من قبل المقاول. أحلى شعور بالنسبة لي طبعاً بعد ما يكتمل المشروع الفلاني هي إن أنا أعرف إن الناس بتسهل عليهم مثلاً هذا الطريق أو هذا الجسر أو الطريق المؤدي أو طبعاً خدمة الناس في المرتبة الأولى هي اللي تعطيك شعور بالطمأنينة، يعني أول شيء إن يعني الحمد لله أنت أنجزت هذا الشيء في خدمة الناس، وبالنسبة لي هاي تكفي، يعني هذا أحسن شعور عندي يعني. تحري الدقة، الجدية وعدم التهاون. طارق اختار الميدان، هنا تبدأ رحلة تفتيش المباني. معك المهندس طارق سالم عبد الله علي شهيد، قسم رقابة المباني، رئيس شعبة التدقيق الإنشائي في بلدية الشارقة. كرئيس شعبة الاستلام النهائي في عندنا ستاف مهندسين يطلعون على المواقع، يشوفون المواقع ويجيبون لنا ريبورت عن شو النواقص، شو الشغلات اللي ناقصه في الموضوع في استلام الفيلا في النهايه، هل هي مطابقه للشروط، هل امور البناء والتشطيبات تمت على المستوى المطلوب، وبعدين يجون المراجعين عندنا ونخلص لهم اوراقهم، الامور البسيطه اللي اخر شيء. قبل ما أوصل لهذه المرحلة وأكون رئيس شعبة كنت أنا من ضمن الستاف اللي يطلعون على المواقع في الاستلام النهائي وفي التدقيق الإنشائي بعد. فكنا نطلع نشيك على المواقع كتدقيق إنشائي، نشيك على العناصر الإنشائية مثل ما بنشرح لكم عقب في الميدان، والاستلام النهائي كذلك بنوضح لكم إياه أكثر في الميدان. بس إنها كنبذة سريعة، نستلم في المواقع القواعد والأسقف الأول والثاني وتايبي مسور إن وجد. في المواقع الصناعية والتجارية نستلم زيادة على هذا البي سي سي وأرضية الخزان وسقف الخزان وهذه الشغلات طبعا حسب العناصر الموجودة في المواقع. في الاستلام النهائي نستلم الموقع بشكل عام ونتأكد مثل ما بنوضح لكم عقب في الميدان أن كل شيء تم تطبيقه على حسب الأصول، على حسب العقود بين الاستشاري والمالك والمقاول، وأن الأمور كلها تمت على أتم وجه وما كان فيها أخطاء أو مشاكل، أساس أن المالك يستلم بيته بأحسن شكل ممكن يستلمه. في البداية نرجع للدراسة، أنا متخرج مهندس مدني من تقنية دبي، وبما أن تخصص الهندسة المدنية هو نفس الشغل اللي احنا نشتغله هنا كمهندسين مدنيين في المواقع هذه، من ضمن دراستنا موضوع الديزاينات، فاحنا كتصاميم كهاي شغلات تعلمنا كيف احنا نصمم المبنى وكيف فاحنا هني في هذا القسم ناخذ الديزاينات معتمده من قسم تراخيص البناء ونطابقها بالموقع. فكمهندس تعلم التصميم، عارف يقرا الخرائط، اذا لاحظ شيء ما انتبهوا له جماعتنا يعني اصدقائنا من قسم تراخيص البناء ممكن ان احنا نرد نراجعهم فيه ونتناقش في الموضوع اساس نحل هذه الاشكاليه اذا كان في اشكاليه. هذه من ناحيه التصاميم، من ناحيه المواد والخلطات اللي تصير، يعني خلطه الكونكريت نفسه
تعرف تقرا الاختبارات، فانت يوم يجيك بعدين مثل ما بنتكلم عقب في الموقع ان يسوون اختبارات معينه، من ضمنها اختبار المكعبات. اختبار المكعبات لازم كمهندس تدقق في الموقع تعرف انت هذا الاختبار هل النتائج اللي تشوفها قدامك صحيحه ولا لا، هل ينفع انهم يكملون على هالمبنى ولا يحتاجون يعالجون العنصر السابق. بدايه الدعم كان من البيت قبل ما اختار التخصص، الوالد مهندس وكان يطمح ان حد منا يكون مهندس على اساس انه يعني مثل ما تقول يكمل الخطوه اللي هو بداها، وعندي عمومتي ما شاء الله كم واحد منهم مهندسين، فكانوا مشجعين اني ادخل هذا التخصص. ففي الحمد لله دعم كبير من المسؤولين ومن اهلنا ومن الناس اللي حوالينا على ان نستمر ونطور في المجال اللي احنا شغالين فيه، من ناحيه دراسه، من ناحيه دورات، يوفرون لنا دورات عندنا هنا في البلديه، واذا في دورات وفرت في الخارج ممكن يفرغون لنا حقها. بالنسبه للتدقيق الانشائي معي المهندس علي الخميري صاحبي وزميلي في العمل، هو رئيس شعبه التدقيق الانشائي. شغلهم في التدقيق اكثر عن موضوع اللي هو الاستلام النهائي، يعني اللي عنده اشكاليه وقت طلعوا المهندسين شيكوا له ناقص عنده شيء، ناقصه عنده احدى الاختبارات، وهذه بعد ما يطلعون المهندسين وتطلع عندهم الملاحظات يراجعونها له، وهو ياخذ الملاحظات هذه ويتخذ فيها الاجراء المناسب، سواء كان اجراء اعاده معاينه او اجراء ان يجيبون الاختبارات بعدين يراجعون فيها المهندس يتاكدون من باقي تفاصيل الموقع. فهذه على الاستلام النهائي والتدقيق الانشائي. فالعمل الميداني يكسبك خبره، لو تقعد في المكتب 10 سنين ما تكتسب نفس الخبرة اللي في الميدان لمدة 5 سنين. أنت الميدان أنت ما لمست الشغلة بإيدك، ما اشتغلتها بإيدك، هذا إذا أنت قاعد يعني في المكاتب وفي هذه ما لمست الشغلة بإيدك، فخبرتك مش مثل خبرة الشخص اللي شغال في الميدان. بداية نبدأ من أول ما توظفت، كنت أطلع للمواقع مع المهندسين، تعرف فترة تدريبية، أنت شخص جديد مثل ما تقول مثل الاسفنجة لين بعدك، لازم تفهم الموضوع عدل، تعرف الخطوات كيف تمشي في الأمور حتى الهندسية يساعدونك فيها، أنت توك متخرج عارف ثيوري، عارف كل شيء نظري، الأشياء العملية قد ما تدربت أنت في الجامعة وفي الكلية ما تكون مثل اللي اشتغل 5 سنين 10 سنين، ما شاء الله عندنا فوق 15 سنة بعضهم خبرات محترمة، فأنت تأخذ من خبراتهم. ففي البداية كنت أتدرب مع المهندسين، أطلع معاهم واحد واحد، وبعدين بديت أطلع للميدان بروحي. اتخاذ القرار كان أول توقيع أوقع موافقة على الصبية، كان يعني في مثل ما تقول تحدي، لأن هذا شيء جديد بالنسبة لي، مو بشيء يعني انه سهل اذا وقعت عليه وكان في خطا هاي عليك، هذه انت لازم تتفاداها، لان هذه في ناس بيسكنون في هالبيت في البنايه على حسب الشغله اللي انت تشيكها، فمسؤوليه كبيره. فاول توقيع كان تحدي كبير بالنسبه لي، يعني ما شفت الموقع وشفت انه صحيح وهذا، جيت اوقع حسيت مثل ما تقول بضغط. فبعدها خلاص وقعت لهم، طبعا فرحة المالك، فرحة الاستشاري والمقاول ان تم الموافقة على صبيتهم، هذه تعطيك انت دافع انك تكمل على اللي بعده. قسم رقابة المباني من بلدية الشارجة، نبدأ في التشيكات من عند البي سي سي وصولا إلى السقف وتايبيم السور إن وجد. في المباني السكنية نشيكها من القواعد إلى تايبيم السور.
فمراحل البنيان تكون على عدة مراحل، طبعاً كمقاول استشاري يبدون فيها من تسوير التشينكو والديماركيشن اللي هو موقع الأرض، بعدين يبدون بالحفر، يسوون التربة، إذا التربة هذه محتاجة إلى دك يسوون لها الدك ويحطون عليها طبقات الرود بيس على أساس بعد يدكونها وتثبت الأرض، بعدين يبدأ بالبي سي سي، بعدين نستلم عنهم القواعد للفيلا، بعدين نستلم عنهم السقف الأول السقف الثاني، ونبدأ عقب في السور لما يخلص من تسليم من بلاستر وتشطيبات الفيلا، نكمل معهم في تايبيم السور. اليوم احنا عندنا مكانين، بنجيك تايبيم الفيلا وبنجيك في فيلا ثانية سقف، هم فيلتين دوبلكس لاصقات في بعض، فبيكون سقفين متلاصقين. أنا حالياً موجود في الميدان في فيلا في منطقة الطي، جايين نستلم سقف الفيلا على طلب الاستشاري والمقاول على أساس نعطيهم إذن الصب. نين شيك على التسليح، حالة التسليح هل هو مطبق على حسب المعتمد عندنا من التراخيص قبل ما يدخل المخطط. بنطلع الحين على السقف على حسب اللي شفته في المخططات، كان فيها تنوع ما شاء الله من العناصر، يعني أول عنصر اللي هو الطبيعي هذا السلاب والقمرة اللي هي تشيل السلاب، هذيلا هني في هالفيلا في بانشنج، في عندك قمرة مقلوبة، في عندك أكثر عن شغلة. الحين بنطلع نطابق المخطط بالواقع ونتأكد من صحة الإنشائية للحديد في الموقع هذا عشان نعطيهم موافقة الصرف. من ضمن جولتنا الميدانية اليوم مرينا على هذه الفيلا، فيها عنصر الجسور الأرضية للفيلا، ومن ضمن التدقيق اللي ندققه نمر على العناصر نشوف هل الحديد اللي محطوط بالطريقة الصحيحة، الكمية المطلوبة، وناخذ الاختبارات كالعادة للعنصر اللي قبله، مثل في هالحالة ناخذ القواعد. أحيانا من ضمن الأشياء اللي تصير لنا في الموقع أنه ما يكون في مدخل مناسب للموقع، وأنت ما تبغي تأجل المعاملة لأن الحديد يصدي بعد فترة، فما تبغي تخلص الموضوع. فمن ضمنها إذا الكاميرا بتقدر تصور هناك الدري، سووا لنا إياه على أساس أن نقدر ندخل للموقع ونعاين الموقع في وضع آمن بدون يعني ما تستوي مشاكل حديد خرطف ولا شيء. غالبا في الجسور الأرضية هاي المشكلة اللي تواجهنا. من ضمن الجولة الميدانية لما نطلع على السقف نشوف الأعمدة، هل الأعمدة انصبت بطريقة سليمة، هل فيها تعشيش ولا ممتازة، مثل ما نشوف هني وضع الأعمدة هذه ممتاز. ونشوف مرة واحدة موضوع العزل، هل العزل اللي ظاهر من العزل هل هو سليم ولا متخدش مخترب يحتاج إعادة. طبعا أنت إذا في مرحلة الجسور الأرضية مثل ما شيكنا معاكم قبل شوي تكون القواعد أحيانا طالعة، فممكن نشوف القواعد نشوف عزلها هل هو صحيح ولا لا، إلا إذا كان طبعا النكل طويل هنا القواعد ما بنشوفها. لكن بشكل عام وإحنا طالعين نشيك على العناصر اللي سبق ووافقنا لها، هل هي انصبت بطريقة سليمة، هل هي فيها تعشيش على كلام المهندسين، يعني أن الكنكري متجمع في مكان واحد مستوية مسامات، هاي كلها من ضمن الجولة. حتى وإحنا مش طالعين على السقف الأول طالعين على السقف الثاني، نشوف السقف الأول نشوف الأعمدة نشوف باقي العناصر اللي سبق تشيكها. أحياناً تحصل بعض الأخطاء وقت الصب وقت هذا، فنطلب من الاستشاري والمقاول أنهم يعالجونها. طبعاً هاي تصير عليها دراسة، طريقة المعالجة شو هي، ممكن يحتاجون أنهم يشيلونها يرجعون يسوونها من أول. طبعاً أتكلم عن الخرسانات، ممكن يحتاجون أنهم يشيلونها ويردون يسوونها من أول. أحياناً تحتاج تدعيم فقط على حسب الدراسة كيف تطلع آخر شيء نتائجها، سووها فحص يأخذون منها كور مثلاً، يأخذون منها اللي هو الهمر، اختبار المطرقة يأخذون منها على حسب الاختبارات اللي بيجرونها عشان يحلون هذا الخطأ اللي صار. بس شوية الأصباغ ولا هذا أوكي، هذا من بعد باقي سيليكون شوية. طبعا من ضمن الجولات الميدانية عندنا الاستلام النهائي،
الاستلام النهائي ما يتم بس عن طريق البلدية، يكون عندنا دائرة الكهرباء تستلم توصيلات الكهرباء، اتصالات يون يستلمون الأشياء اللي خاصة باتصالات الماء، الغاز، الطرق، التعاون بين الدوائر الحكومية كلها، وفي النهاية احنا بلدية الشارجة نطلع نشوف مستوى البنيان هل هو موافق للشروط؟ هل هو موافق للمخططات اللي اعتمدت في البلدية من البداية؟ نشوف التشطيبات الفينشنج للمبنى نفسه، هل المبنى تم تشطيبه بالطريقة المناسبة الملائمة ولا بمستوى أقل عن المطلوب؟ نوع التشطيب، الشغلات البسيطة أحيانا اللي ينسونها مثل ما شفنا هني في هذه الفيلا، السيليكون في أطراف النوافذ، الشغلات هذه تدخل غبار، تدخل حشرات، تدخل ماء المطر، فهذه ممكن تضر المبنى، وهي شغلات ما لها داعي، يعني شغلات بسيطة جدا ممكن أن يتفادون الصيانة بسبتها لاحقا. الأشياء اللي مثل ما نشوف الديكورات اللي حاطينها على النوافذ، الحجر، السيراميك، تركيبة داخل، هل هم ركب طريقة صحيحة؟ لأن مثلا الديكورات اللي مركبة في هذه الفيلا مركبة ديكورات ألمنيوم كبيرة، فإذا مش مركبة بطريقة صحيحة ممكن هتطيح، تعرض حياة الساكنين للخطر. الحجر نفس الموضوع. فبس بشكل عام نشوف الفيلا كاملة بشكل عام، نشوف العزل في السقف، هذا الشيء ما طلع توه في التصوير، لكن على السطح نشوف العزل، هل العزل مسواه بطريقة صحيحة ولا مكرك؟ ونطلب طبعا الضمانات، الشركات اللي اشتغلت في الصبغ، في العزل، في النوافذ، في المكيفات نفسها، هاي الضمانات كلها لازم يسلمها المقاول على نهاية المشروع، على أساس أنه إذا صار أي عطل يرجع لنا المالك، ونشوف لموضوع الضمان والصيانة هذه منو المسؤول عنها، الشركة اللي اشتغلت فيها. شعورك بعد إنجاز أي معاملة يكون مثل شعور الشخص اللي أنت تنجز له المعاملة، أنت تشوف مالك الفيلا أو البناية، تشوف المقاول أو الاستشاري يوم تنجز له، سواء كانت تدقيق إنشائي أعطيته موافقة الصب أو أنجزت له استلام نهائي أو أي معاملة كانت في القسم، الشخص يكون فرحان مستانس بإنجاز معاملته، هذا اللي أنت خلصت له شغلته، فأنت تتحمس معه، تفرح معه، وهذا الشيء يعطيك دافع أنك أنت تكمل، أنك أنت تزيد وترص على عمرك، أنك تشتغل زيادة على أساس تفرح ناس أكثر خلال هذا اليوم. سواء أنت كنت في أي مؤسسة خدمية حكومية أو خاصة، أنت سعادتك من سعادة المراجع، المراجع هذا لما يطلع من عندك مستانس وفرحان أنه خلص معاملته هذه، أنجزت معاملته بأي شكل من الأشكال، هل هي معاملة إنجاز مبنى، هل هي معاملة اعتماد مخططات تو بادي، بيكون الشخص اللي طالع من عندك سعيد، انت سعادتك من سعادة هذا الشخص، فانت لازم تشتغل وتبذل قصار جهدك انك تفرح المراجعين، هاي المراجعين جزء من المجتمع، انت تشارك في اسعاد المجتمع بهاي الطريقة، سواء كنت ميداني او شغل مكتبي. نركز على الميداني اكثر، لان الميداني انت حين في هذه الظروف اللي هي مثلا خلينا نقول في الصيف في الحر، في هذه الشخص اللي بتشيك معاه جاي في الحر تعبان معاني معاك نفس المعاناة، هذا الشخص لما تنجز له يحس انك انت سويت له معروف كبير، مع ان هاي الشغله مش معروف له، هاي الشغله انت قاعد تنجز مهمتك، فانت مثل ما قلت لكم في البدايه ان سعادتك من سعاده المراجع والمتعامل اللي انت خلصت له معاملته وانجزت له شغله. لمشاهدة هذا البرنامج يرجى تحميل تطبيق مرايا.